صباح الخير. ربما 20 ماي قرب وكل شيء كيفكر في الحجر الصحي وفي النهايه ديالو. كيفاش غادي تدوس؟ مزيان مزيان، ولكن ايضا كل شيء سمع بشنو وقع في مراكش والقضيه ديال الحمام السري واللي تعداو فيه بزاف ديال النساء واللي مشاو عاوتاني كيعاديو ناس اخرين. وربما كل شيء سمع ايضا بوجده اللي 14 اليوم وما في صفر حاله صفر حاله صفر حاله، وعاوتاني بداو كيبانوا الحالات البارح. ربما هادشي كيوقع لانه بدا واحد شويه ديال الاستهتار وواحد الهضره ديال انه راه الفيروس ما كاينش والفيروس راه ما بقى كيدير حتى حاجه، وكل شيء شاف شحال من واحد يعني ما بقاش داك الاحترام ديال الحجر الصحي اللي بدينا به وزناقي عامرين بالناس. فربما هذا هو الوقت نعاودوا نتفكروا جميع بعض الامور. ما نساوش انه دول كبيره بحال بريطانيا وبحال هولندا حتى هما في الاول قال لك ما غاديش يديروا الحجر الصحي وتنادم معاهم الحال ورجعوا داروا. ما نساوش انه دول كبار بحال ايران بحال فرنسا بحال اسبانيا بحال طاليان كيموتوا لهم عشرات الالاف في الاسبوع. ما نساوش انه الميريكان بحكم انه بلا مبالاه ديال الرئيس ديالها خلاتهم اليوم هما البؤره الاولى في العالم ديال الفيروس. روسيا كذلك اللي ما بغاوش يبداو الحجر الصحي واحد الوقت مبكر اليوم راه كيخلصوا كيدفعوا الثمن، راهم في 10000 حاله كل يوم. حنا في المغرب ما وقعاتش ديك الكاتاستروف يعني ديك الكارثه اللي كنا كننتظروا، وعدد الحالات واخا قمنا راه وصلنا ل 6000 مي بقى يعني منحصر في واحد الاماكن، و يعني تمكنوا المستشفيات انهم يستقبلوا كاع الناس. ولكن بعد اولا خصنا نشكروا الناس اللي خلاو ومكنوا اننا نوصلوا لهاد النتيجه. شكون هما هاد الناس؟ هما الناس اللي احترموا الحجر الصحي، هما الناس اللي احترموا دوك التعليمات واللي قدروا اليوم يصفقوا على راسهم ويعرفوا بانهم عتقوا بزاف ديال الارواح. ولكن راه مازال ما قطعنا الواد ومشوا رجينا، راه ضروري من اننا نحضروا العقل واننا ما نساوش جوج حوايج مهمين. اولا 20 ماي واخا يكون وانا ما كنضرش، ولكن واخا يكون الرفع ديال الحجر الصحي نعرفوا بانه غادي يكون تدريجي، راه ماشي 20 ماي غادي نرجعوا للحياه العاديه ديالنا، لا ماشي بهذه السهوله. ثانيا 20 ماي هو الامتحان الى ترفع الحجر الصحي هو الامتحان ديالنا كشعب باش نعرفوا واش قادرين او لا نكونوا متحدين ضد حاجه واحده ونكونوا متحدين في مصلحه بعضياتنا باش ما نلعبوش بالحياه ديال الناس وباش ما يموتوش ناس اكثر من داكشي اللي كان متوقع. وبالتالي راه الى فتنا 20 ماي خاصنا نبقاو في هذه الحيطه اللي تعلمنا وفي هذا الحذر اللي تعلمنا وما نعاودوش نرجعوا لواحد الامور عاديه بواحد السرعه وكل شيء يمشي للقهاوي وكل شيء يخرج. ونعرفوا راه عرفتوني الهضره علاش، لانه عرفنا بانه كاين العيد من بعد 20 ماي وكل شيء توحش عائلته وكل شيء توحش حبابه، وربما الناس اللي خدامين في الصحه وخدامين في الامن وفي امور بحال هكا توحشوا عائلاتهم اكثر. ولكن راه ضروري انه من بعد 20 ماي مازال 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 الحذر باش ما نضربوش كل شيء في الزيرو ونرجعوا لنقطة الصفر.